معلومات عن القطط اول مره بحياتك راح تسمعهن، فخليك وياي بالفيديو. اولا البزونه اذا لزمتها من مكان مرتفع وقلبتها وشمرتها على ظهرها شلون راح تنقلب على رجليها؟ اول شيء البطن مالت البزون تستخدمها شلون الباراشوت، تستخدمها للمرتفعات. يعني اذا لزمت هيك بزونه وشمرتها على القاع راح تنزل على البطن مالتها وتستخدم البطن مالتها كباراشوت حتى تقلل من الهبوط مالتها وما تنصاب بالاذى. اثنين اذا اجت البزونه وحكت جسمها برجليك، احنا كنا عبانا ان البزونه تحبك وتسوي هاي، لا، انما العلماء يقولون ان القط اذا اجى وحك الجسم مالته برجليك هنا راح تترك على جسمك ريحه، وهاي الريحه تعتبر الباقي البزازين بانه انت ملك الاحد البزازين. فاذا شوف اذا البزونه اجت وحكت جسمها برجلك ما راح تتقرب لك اي بزونه ابد، لان انت صرت ملك الهاي البزونه اللي خلت ريحه جسمها على رجليك. البزونة بقديم الزمان كان كائن مقدس، وخصوصا الاخوان المصريين، فكانوا اخوان المصريين يرمزون للقطط بالمعابد مالتهم، وهذا يعتبر نوع من انواع ان مصر كانت قوية كلش. واكو اله اسمه اله، وهذا الاله اسمه اله بزون، اله فاتيت واله باستيت، الصور مالتهم تارسة المعابد مال مصر القديم. اثنين البزونة كائن ذكي كلش، يعني حيوان أليف صح، بس هو ذكي كلش، يقدر يميز صوت صاحبه من بين 100 شخص. بس البزونة عكس الكلاب أجل الله السامع مباشرة. ليش؟ لأن البزونة ما تحب أن يشابك مثل ما الكلب يحب أنه يشبك صاحبه ويقدم له التحية ويشبقه. البزونة ضد هذا، ما تحب أن يشابك أبداً.